أزوجك على ما أمر الله عز وجل به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. زوجتك وأنكحتك عائشة قاسم نور شهبان بإذن وليها وبقاة وليها إياي، ومهرها $1000 أمريكا حالا في ذمتك، ولها المطالبة منك متى شاءت. أزوجك على ما أمر الله عز وجل به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. زوجتك وأنكحتك عائشة قاسم نور شهبان بإذن وليها وبقاة وليها إياي، ومهرها $1000 أمريكا حالا في ذمتك، ولها المطالبة منك متى شاءت. أقبلت نكاحها؟ وتزويجها على هذا المهر المذكور. فبشيزة عائشة قاسم نور شهبان مهر $1000. نكاح قبلي لك، مبلغ قبلي لك. سبحان الله.